السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر: الذهب العيار 24 ب 2657 جنيه البيع، 2628 جنيه الشراء. أما الذهب عيار 22 ب 2435 البيع، 2409 الشراء. الذهب عيار 21 ب 2325 البيع، 2300 الشراء. أما الذهب عيار 18 1992 البيع، 1971 الشراء. أما الذهب عيار 14 1550 البيع، 1533 الشراء. الذهب عيار 12 ب 1328 البيع، 1314 الشراء. أما عيار 9 ب 996 البيع، 985 الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب ب 18600 جنيه البيع، 18400 جنيه الشراء. أما الأونصة، أونصة بالدولار الأمريكي مسجلة 1947 دولار البيع، 1946 دولار الشراء. دي الأسعار النهاردة، أسعار يعني ما فيش فرق كبير بينها وبين الأسعار امبارح وأول امبارح. فاحنا برضو أنا دايما أقول لكم في الفيديوهات بتاعتي، اللي معاه فلوس زايدة عليه وعاوز يحتفظ بيها يشتري ذهب. الذهب ملاذ آمن، وأنا ما زلت بقول إنه ملاذ آمن، وهتشوفه مع بعض في الفترة اللي جاية. بس تكون ما أنتش محتاج الفلوس دي قبل سنة، وبعدين تبدأ إيه تشتري. ما تشتريش الذهب وتقول أنا هبيعه بعد شهر، يخسر معاك طبعا. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصله كل جديد في معاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.